نبات الدراسينا سنتروزا أحد أنواع الدراسينات، وهو من نباتات الزينة الداخلية التي يمكن أن توضع في القاعات وأماكن الجلوس، كما أنها توضع في الأركان وتوضع في الممرات الواسعة وعلى جانبي مدخل المنزل. وحتى تحتفظ هذه النباتات بجمالها، يجب عدم تعرضها لتيارات هوائية ساخنة والاهتمام بتهوية المكان، حيث أن هذا يؤدي إلى جفاف أطراف الأوراق. والمدى الحراري المناسب للدراسينا من 15 إلى 25 درجة مئوية. النبات لا يحتاج إلى الري كثيرا، فيمكن الري مرة واحدة كل أسبوع، والتسميد مرة كل شهر، كما أنه يحتاج إلى إضاءة ساطعة بدون شمس مباشرة. وينصح باستخدام هذه النبتة في التنسيق الداخلي، تتكاثر هذه النبتة بالعقل الطرفية،